وصارت ويا مجموعة رؤساء فمنهم بوتين. بوتين هذا أبو روسيا. نعم الرئيس الروسي. قال لي يعني شفت هيلاري كلينتون هو يقول لي. وهيلاري كلينتون قالت علاوي ما راح يقدر يشكل وزارة. فسألتها ليش هذا هو يحشي لي إلي. أي. موسكو. نعم. قالت له أولا ما راح يجيب أصوات مجلس النواب. ثانيا إيران ما تقبل بي. فقالها أصوات ما يجيب هذا خليها جرب الدستور اللي مالتهم يقول جرب إذا ما نجح رئيس الجمهورية نعم. كلف شخص آخر. إيران ما تقبل بي فهذا يقول لي إلي. أي. قلت ليش ما تروح لإيران؟ قلت له كل عقلك أروح لإيران. قلت له يعني أنت تصير رئيس جمهورية بروسيا الاتحادية. أي. تروح لفنلندا تطلب منهم أن تصير رئيس جمهورية؟ قال لا.